هنتكلم النهاردة عن موضوع شيخوخة مركز الإبصار. ده بيحصل بعد سن الستين، بيحصل ضعف في خلايا الشبكية في مركز الإبصار. المريض بيحس إن في نظر المسؤول عن رؤية التفاصيل للقراية، إنه بيشوف ملامح الشخص اللي قدامه، بيبتدي يقل مع الوقت، وساعات بيحس إن هو في اعوجاج لو الخطوط المستقيمة قدامه بتبقى فيها اعوجاج. شيخوخة مركز الإبصار بيكون بصورتين، في نوع بيسميه النوع جاف، مفيش فيه تدخل، بيبقى بس محتاج متابعة كل فترة، أو ممكن لو زاد المريض يستعمل بعض المعاينات البصرية. وفي النوع الندي، ده بيكون نتيجة نمو شعيرات دموية تحت مركز الإبصار بتأثر على النظر وتضعف النظر. لو اكتشفناها بسرعة وتدخلنا بسرعة بالعلاج المناسب، وهو في معظم الحالات دلوقتي بيكون عن طريق حقن داخل العين، بنقدر نخلي الشعيرات دي تتراجع ونحافظ على النظر للمريض لأطول فترة ممكن. إنما لو أهملناها، الشعيرات الدموية بتتحول لتليفات وتأثر على النظر بصورة دائمة، وبيبقى صعب جدا إن المريض نظره يتحسن بعد كده. الشيخوخة مركز الإبصار بتكون خاصة بس بمركز الإبصار، ما بتأديش لفقدان نهائي للبصر، بس بتبقى مأثرة على البصر المركزي اللي ممكن المريض بيستعمله للقرايه ورؤيه التفاصيل. ممكن بيحتاج الحقن اكتر من مره عشان نحافظ على النظر لاطول فتره ممكنه. مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياه.